بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح ديزاين بيمز، تصميم الكاميرات ديو تو تورشنال مومنت، تصميم الكاميرات نتيجة عزم الالتواء أو عزم التورشن. في البداية بس أحب أشكر المهندس ياسر الليسي اللي الورق بتاعه بصراحة ساعدني كتير جدا في إعداد الملف ده، وأيضا كتاب الدكتور مشهور غنيم. نتعرف بس كده في البداية يعني ايه تورشنال مومنت. تورشنال مومنت ده العزم الناتج من دوران الكاميرا حول محورها الطولي، العزم الناتج من دوران الكاميرا حوالين محورها الطولي. نفتكر بس كده حضرتك مع بعض، المفروض ان انا كان عندي في الكاميرا بيكون فيه 3 محاور، محور اكس ومحور واي والمحور اللي جاي مع اتجاه الطول للكاميرا ده اللي احنا بنسميه محور ايه، محور زد. احنا خدنا قبل كده في الاستراكشر نوعين من الاستريسز، نورمال ستريسز وشير ستريسز. النورمال ستريسز لو انت تفتكر معايا المعادله العامه لاجهادات النورمال اللي هو كان موجب او سالب ان على الاي، موجب او سالب ام اكس على الاي اكس في الواي، موجب او سالب الام واي على الاي واي في الاكس. معنى كده ان النورمال ستريس بيجي نتيجه 3 حاجات، بيجي نتيجه قوه نورمال ده رقم 1، بيجي نتيجه مومنت حوالين محور اكس، بيجي نتيجه مومنت حوالين محور واي. ده كده بالنسبه للنورمال ستريس. تمام، الحاجه الثانيه الشير ستريس، وده اللي هو موضوعنا يعتبر النهارده، بيجي نتيجة حاجتين، بيجي نتيجة شير فورس، قوة بتعمل شير. رقم 2 بيجي نتيجة حاجة اسمها تورشنال مومنت. طيب لو نفتكر كده بس مع بعض، لو انا عندي ده محور اكس وده محور واي، محور اكس ومحور واي دي المحاور اللي بتوازي الكروس سكشن بتاع الكاميرا، محور اكس اللي هو بيوازي العرض الصغير بي، ومحور واي ده اللي بيوازي السمك الكبير من الكاميرا اللي هو دي. لو حصل دوران او لو حصل بندنج مومنت حوالين محور اكس، ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي شير ستريس؟ لا طبعا، ده هيعمل نورمال ستريس. يبقى لما يحصل مومنت حوالين محور اكس هيعمل لي نورمال ستريس، ولما يحصل مومنت حوالين محور واي ده هيعمل نورمال ستريس. تمام كده، دي مش قصتنا بقى دلوقتي. انا بقى دلوقتي بتكلم على ايه؟ بتكلم على تورشنال مومنت، ده دوران حوالين محور زد. يبقى المقصود بالتورشنال مومنت هو العزم الناتج من دوران الكاميرا حوالين محورها الطولي اللي هو يعتبر اما حوالين محور زد، زي ما انت شايف كأن انا كده معايا الكاميرا بتاعتي بيحصل لها بتنيه او بعصرها بالبلدي كده، فبيحصل لها دوران بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب زي ما انا لسه قايل دلوقتي اهو، الشير ستريس هو اجهادات الاصل المتولده على الكاميرا، بتحصل حضرتك نتيجه حاجتين، بيجي نتيجه قوه شير فورس بنسميها كيو، وده اللي احنا خدناه وشرحناه في الفيديوهات اللي فاتت، وبيحصل نتيجه حاجه اسمها تورشن المومنت او عزم الالتواء او عزم اللي ام تورشن، وده اللي ان شاء الله احنا هنشرحه النهارده. شكل بس كده توضيحي، لو انا عندي كاميرا فيكسد فري، يعني ايه تورشن؟ تورشن دوت معناه ان انا الكاميرا دي هيحصل لها عصر او هيحصل لها التواء حوالين محور مين؟ حوالين محور زد او المحور الطولي بتاعها. زي ما انت شايف المفروض ان انا عندي ديل السهم بتاع التورشن دوت يعتبر بيلف معايا على كامل محيط الكاميرا، وبالتالي بيسبب عندنا كراك او دياجونال كراك او انكلايند كراك على جميع الاوجه بتاعه الكاميرا، زي ما حضرتك شايف في الشكل ده كده. الاي دي ده شرخ حصل في البوتوم بتاع الكاميرا من تحت، الدي سي ده شرخ حصل في الاليفيجن اللي انا شايفه، السي بي ده شرخ حصل في الطب بتاع الكاميرا، البي اي هيكمل بعد كده في الاليفيجن اللي ورا، وهكذا. يبقى الام تورشن بيحصل او بيسبب كراك او شروخ قطريه او شروخ مايله على كامل جوانب الكاميرا. ايه الامثله اللي ممكن تكون موجوده عندنا في الطبيعه عليها تورشن؟ زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي، لو انا عندي كاميرا، الكاميرا دي محمله او عليها بلاطه كابولي من ناحيه واحده بس، كاميرا عليها كابولي او كانتليفر من ناحيه واحده بس، الكابولي دوت او الحمل بتاع الكابولي زي ما انت شايف اهو، الحمل بتاع الكابولي عايز ياخد الكاميرا ويتنيها، او عايز ياخد الكاميرا وكانه يعصرها او ياثر عليها بايه؟ ياثر عليها بتورشن. تمام، اهو زي ما انت شايف لو احنا بصينا في الشكل ده كده اللي هو الكروس سيكشن، الشريحه بتاعت الكابولي اهي، بيحصل اللي بيحصل عند عليها مومنت بالشكل ده، عشان يحصل اتزان لازم المومنت دوت يتنقل لمين؟ يتنقل للكاميرا. اهو المومنت دوت بقى كده بيعمل دوران للكاميرا حوالين محور مين؟ حوالين النقطة اللي موجودة اهي، او حوالين الزائد اللي موجودة اللي هو يعتبر محور زد. معنى مومنت حوالين محور زد يبقى انا بتكلم على تورشن. تمام، ده المثال الاولاني اهو حضرتك، عندما تكون شريحة البلاطة الكابولي اللي هو الكانتليفر محملة على كاميرا واحدة بس، ولا يوجد بلاطة اخرى بجوار الكابولي، والنقطة دي مهمة هنوضحها بعد شوية، مفيش بلاطة على شمال الكابولي، هي بلاطة على يمين الكابولي بس او على يمين الكاميرا بس. تمام،
في الحالة دي حضرتك بتصمم الكاميرا نتيجة حاجتين. طبعا انت بتصمم الكاميرا نتيجة الأحمال الأساسية بتاعت الكاميرا نفسها، الكاميرا ديت اللي هي بتبقى مثلا شايلة نفسها وشايلة مثلا الحمل بتاع الحيطة، فبيكون عليها أحمال. الأحمال دي بيحصل بتولد على الكاميرا بيندنج مومنت دايجرام وبتولد شير فورس دايجرام. ده كده الجزء الأولاني من الديزاين. الجزء الثاني حضرتك لازم تعمل تصميم نتيجة مين؟ نتيجة عزم الالتواء أو نتيجة التورشن. طيب لو انا بقى ايه عملت بلاطه جنب الكابولي، المثال اللي فات لو احنا رجعنا له كده تاني اهو، الكاميرا دي عليها كابولي من ناحيه واحده او عليها بلاطه من ناحيه واحده. طب دلوقتي بقى انا عندي الكاميرا اهي عليها بلاطه من الناحيه التانيه، ايه اللي هيحصل؟ هنا مش هيحصل توشن. ليه بقى؟ لان حضرتك المومنت دوت هيتنقل مباشره للمومنت للبلاطه التانيه، المومنت اللي جاي من الكانتليفر ده هيحصل اتزان مع مين؟ مع البلاطه التانيه، وبالتالي مش هيحصل عندي تورشن او مش هيتنقل تورشن للكاميرا، تمام؟ في الحاله الاولانيه الجزء ده كده اللي هو على شمال الكاميرا كل ده بالنسبه لي ما كانش موجود، فالام ده عشان يتزل لازم هيروح لمين؟ لازم هيروح للكاميرا، لكن حضرتك دلوقتي مش موجود عندي او موجود عندي بلاطه، فالمومنت اللي جاي من الكانتليفر هيعمل اتزان مع المومنت اللي موجود من الناحيه التانيه. طبعا المومنت في الاخر هنا بكام؟ بصفر، تمام كده اهو. في الحاله دي الكلام ده كله مكتوب اهو. اذا كانت شريحه البلاطه الكابولي محمله على كاميرا واحده ويوجد بجوار الكاميرا، او محمله على كاميرا ويوجد بجوار الكاميرا بلاطه من الناحيه الثانيه، اي ان الكابولي مستمر مع بلاطه اخرى، فلن يتولد تولشن. امال العزم اللي جاي من الكابولي دوت هيحصل ايه؟ سينتقل العزم من الكابولي للبلاطه المجاوره مباشره بدون ان يؤثر على الكاميرا، تمام؟ طيب المثال التاني اللي موجود عندنا، لو انا عندي كاميرا زي ما حضرتك شايف اهو، كاميرا اهي، كاميرا الكاميرا ديت عليها او جاي عليها كاميرا تانية بتأثر عليها بحمل مركز بالشكل ده كده، فيحصل ده كده، او الكاميرا دي هتولد عليها ايه؟ هتولد عليها تورشن. ازاي؟ الكاميرا دي عليها حمل مركز اسمه ايه؟ اسمه اف. لو انا عايز انقل الاف دوت هنا، فبيتنقل بايه؟ بيتنقل بقوه وعزم. يبقى الاف دوت هيجي راسي هنا على الكاميرا بحمل مركز، وهيجي عزم. العزم دوت بيعمل دوران للكاميرا حوالين مين؟ حوالين محور زد. معنى كده ان هو يعمل مين؟ هيعمل ام تورشن، تمام كده اهو. زي ما حضرتك شايف الاف دوت هيتعكس على الكاميرا برد فعل او بقوه بنفس المقدار بالظبط، وهتعكس بتورشن، عشان كده الكاميرا لازم ترد عليه بام تورشن عشان يحصل اتزان. يبقى في الحاله دي الكاميرا هيكون عليها عزم التواء مركز او تورشنال مركز في نص الكاميرا بالظبط، او على حسب مكان الكاميرا، تمام اهو زي ما حضرتك شايف. يبقى انت في الحاله دي، انا بتكلم يا جماعه على الكاميرا دي دلوقتي، انا بتكلم على الكاميرا دي، الكاميرا دي لما تيجي تعمل ديزاين ليها هتعمل ديزاين نتيجه حاجتين، الاحمال بتاعتها اللي هو الاون ويت وزنها، ولو هي شايله حيطه مثلا او حاجه، زائد الحمل المركز اللي هو ار اللي هو جاي من قوه الكاميرا او اللي جاي من رد فعل الكاميرا، ده هيعمل لك مومنت وهيعمل لك شير، وهتحط حضرتك اما تورشن حمل مركز او عزم مركز على الكاميرا، فده كده هيعمل لك تورشنال مومنت لازم تعمل تشيك عليه في التصميم. طبعا في امثله كتير جدا جدا من التورشن اللي موجوده في الطبيعه، مثلا لو انا عندي كاميرا مثلا طرفيه اللي هي بنسميها مارجنال بيم في بلاطه فلات سليب، كاميرا طرفيه مارجنال بيم في بلاطه فلات سليب، الكاميرا دي بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها حمل من ناحيه واحده برضو، او البلاطه موجوده من ناحيه واحده، فبرضه هيأثر عليها التورشن. ايضا لو انا عندي مثلا رينج بيم كاميرا مثلا دورانيه او حاجه، برضه بيحصل عليها تورشنال مود. ده نفس المثال اللي احنا لسه شارحينه اهوت، بس يمكن بشكل مختلف شويه اهو. الكاميرا اللي هي اسمها سي دي، دي كده كاميرا اسمها سي دي، الكاميرا دي عليها كاميرا تانية اسمها بي اي، الكاميرا بي اي ديت متشاله على الكاميرا سي دي، وبالتالي في رياكشن هيتولد هنا اهو. يبقى الكاميرا دي كده اهو اللي متشاله اللي هي اي بي دي اللي متشاله، لما اجي اعمل لها تحليل المفروض ان الكاميرا دي هتنقل المومنت اهو، مومنت اهو، المومنت دوت هيتنقل لمين؟ هيتنقل للكاميرا سي دي. المومنت دوت بيعمل ايه؟ بيلف حوالين المحور الطولي للكاميرا، وبالتالي هيعمل ايه؟ هيعمل تورشن. طيب عشان بقى اقاوم حضرتك التورشنال، التورشنال مومنت رينفورسمنت، بقاوم التورشن عندي في الكاميرا بحاجتين. رقم واحد كلوزد ستيرابس، بنعمل كانات مغلقه وزاوت انر برانشز، يعني من غير فروع كانات داخليه. فروع الكانات الداخليه ما بتاثرش معانا في التورشن، ليه؟ زي ما احنا يمكن لسه شايفين من شويه ان شكل الفيلير اللي بيحصل نتيجه التورشن اهو بيحصل كراك او دياجونال كراك على المحيط الخارجي، وبالتالي انا يهمني ان انا اعمل سترينسنج او تقويه بالحديد على المحيط الخارجي، لكن ما بيحصلش جوه، عشان كده فروع الكانات الداخليه ما بتكونش عندي افكتيف قوي في التورشنال، فالمفروض ان انا بعمل كانات خارجيه او اوتر برانشز فقط.
يبقى closed stirrups كانت مغلقة without، وهنتكلم طبعا ليه كانت مغلقة بعد شوية، without inner branches من غير فروع كانت داخلية. تاني حاجة longitudinal bars حديد طول، يبقى القوام التورشنال بحاجتين، closed stirrups كانت مغلقة و longitudinal bars زي ما احنا لسه قايلين من شوية اهو، ده نفس الشكل اللي احنا عرضناه. الكراك زي ما انت شايف هي عبارة عن شرخ اهو في الاليفيجن اللي احنا شايفينه قدام، وبعد كده ده فوق عند التوب، وده في الاليفيجن اللي ورا، وبعد كده بينزل عند البوتوم، وبعد كده بيطلع، وبعد كده بيمشي عند التوب والاليفيجن اللي ورا، وهكذا، ونفس الكلام لحد ما يلف على كامل الكمر. وبالتالي لازم اعمل سترينسنج بالكنات وحديد طولي على كامل محيط الكمر. ده شكل الكروس سيكشن اهو، ادي كلوزد ستيربس اوتر بس من غير انر عشان ما بتكونش افكتيف معايا، وده اللونجيتودينال بارز حديد طولي بيكون متوزع بانتظام على كامل محيط الكاميرا، وده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه في الفيديو دوت، ازاي نحسب الكلوزد ستيربس اللي هتقاوم التورشنال، وازاي نحسب اللونجيتودينال بارز اللي هتقاوم التورشنال. نفتكر بس كده مع بعض الشير فورس انفورسمنت. شير فورس انفورسمنت احنا اشتغلنا في الفيديوهات اللي فاتت على الشير على الكاميرات، وقلنا اللي بيقاوم الشير حاجتين، ستيربس كانات رقم اتنين بنت بارس، كانات وحديد مكسر. الكانات اللي بتقاوم الشير بتشتغل بقى معاك فروع كانات داخليه وفروع كانات ايه خارجيه، رقم اتنين حديد مكسر. طيب نفتكر برضو كده مع بعض هو ايه اللي كان بيحصل في الشير، وليه اصلا كنا بنعمل كانات وحديد مكسح. لو انا خدت اليمنت من الكاميرا، لو انا عندي كاميرا سيمبل بالشكل ده، خدت منها كده اليمنت او جزء صغير من الناحيه دي، الجزء ده كده اهو، وحبيت ان انا ادرسه. طيب الجزء اللي انا هاخده دوت كده هو عباره عن جزء خرساني عليه قوه شير من ناحيه الشمال اهو، شير من ناحيه الشمال، وعليه شير من ناحيه اليمين، يبقى في شير عندنا من ناحيه الشمال اهو طالع، وشير من ناحيه اليمين ونازل. طيب المفروض ان انا عندي الكاميرا السيمبل دوت بيحصل عليها مومنت شد بيكون تحت والضغط بيكون فوق، ادي التنشن اللي جاي من المومنت تحت، وادي الكومبريشن اللي جاي من المومنت فين فوق. يبقى الجزء ده او الاليمنت دوت عليه ايه؟ عليه قوه شير طالعه وقوه شير نازله، وعليه تنشن من تحت الناحيه دي وكومبريشن الناحيه دي. طيب محصله الكومبريشن ده مع الشير ده هيعمل دياجونال تنشن، ومحصلة التنشن ده مع الشدة هيعمل دياجونال تنشن. طب حضرتك تخيل بقى لو انا عندي جزيء بالشكل دوت او اليمنت خرساني بالشكل ده وبأثر عليه بدياجونال تنشن هيحصل له كراك. الكراك دايما بتكون عمودية على مين؟ على الشد. تخيل كده لو انت حضرتك مثلا جبت ورقة والورقة دي شدتها حوالين او شدتها في اتجاه معين، هل القطع هيحصل في نفس الاتجاه ولا يحصل عمودي؟ بيحصل طبعا عمودي على قوة الشد. يبقى دايما يا جماعة الكراك بيحصل عمودي على قوة الشد، يعني هيحصل بالشكل ده، تمام كده؟ طيب لما يحصل كراك اهو، لو بصينا في الكاميرا اللي فوق اللي معمول بالاسود ده كده، ده الكراك اهو، لما يحصل كراك بالشكل دوت، عايز ان انا الحم الكراك دوت، او عايز ان انا الكراك دوت ما يحصلش بعد كده، فانا بعمل حديد بيكون عمودي على الكراك، يا اما تعمل حديد مكسح مايل بزاويه 45 درجه، او ان انا اعمل كانات بالشكل ده راسيه، الاثنين عندنا بيشتغلوا في مقاومه الشير. يبقى الشير فورس انفورسمنت التسليح اللي بيقاوم الشير عندنا حاجتين، ستيربس كانات وبنت بارز حديد مكسح. طيب الاثنين بقى مع بعض عشان نقاوم الشير والتورشنال بثلاث حاجات، الاوتر كلوزد ستيربس اللي هو الفروع الاوتر كلوزد ستيربس اللي هو الكائنات المغلقه اوتر، اللي هو اللي يعتبر الفروع الخارجيه، الفروع الخارجيه دي بتقاوم عندنا الشير والتورشن. تاني حاجه الانر ستيربس اللي هو فروع الكائنات الداخليه دي بتقاوم الشير بس. تالت حاجه اللونجيتودينال بارز اللي هي بتقاوم عندنا التورشن. تمام، ده شكل كده اليفيجن للكاميرا. الكانات الرئيسيه دي كلوزد سيربس، دي بتكون كانات مغلقه. طب ليه يا جماعه بتكون كانات مغلقه؟ المفروض ان احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا في الديزاين بتاع الكاميرات ان انا دايما بعمل القفل بتاع الكانه ناحيه الضغط، قفل الكانه بيتعمل ناحيه الضغط. طب انا بقى دلوقتي الام تورشن دوت يعتبر ان انا معايا عزم بيؤثر بقوه شد على جميع جوانب الكاميرا، يعني ممكن يبقى في شد هنا، ممكن يبقى في شد فوق، ممكن يبقى في شد هنا، ممكن يبقى في شد هنا، وبالتالي فانا مش قادر ان انا احدد مكان معين اضمن ان القفل بتاع الكانه يكون مقفول فيه او ما يفتحش فيه، وبالتالي الافضل ان انا اعمل كلوزد ستيربس يعني كانات مغلقه، تمام كده؟ طيب الحديد الطولي ناخد بالنا بس من النقطه دي، الحديد الطولي الافضل ان انا ما اوقفوش في الاخر الوقف الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، لا الافضل ان انا اتنيه في البلان بالشكل ده، يعني ده شكل البلان للسيخ ده، المفروض ان انا السيخ ده جاي كده ومتني كده، فده كده هيجي كده وهيتني مع العرض بتاع الكاميرا ويرجع يلف تاني، ده افضل طريقه عشان اعمل النهايه بتاعه اللونجيتودينال بارز اللي بيقاوم عندي التورشن.
طيب عشان ارسم التورشنال مومنت دايجرام زي ما احنا متعودين في الفيديو اللي فات لما جينا شرحنا الشير، قلنا ان كانت مشكلتنا في البدايه هو رسم الشير فورس دايجرام. طب دلوقتي لما نيجي نعمل ديزاين للتورشنال هنرسم التورشنال مومنت دايجرام ازاي؟ حضرتك هتعتبر ان التورشنال مومنت دايجرام دوت هو كانه قوه بالظبط، فيترسم بنفس طريقه رسم الشير فورس دايجرام وبنفس الشكل بالظبط. بمعنى لو تفتكر كده معايا في السيمبل بيم، السيمبل بيم لو انا بتكلم على كاميرا سيمبل عليها عزم تورشنال هنسميه ام تورشنال. عشان ترسم التورشنال مومنت دايجرام هتتخيل ان انت هتحول العزم ام تورشن دوت لايه؟ لحمل اسمه دبليو. لو انا عندي حمل دبليو وطول كاميرا عندي ال، هيديك رياكشن ناحيه دبليو ال على 2 ودبليو ال على 2، ادي رسمه الشير دبليو ال على 2 فوق ودبليو ال على 2 تحت، ده كده الشير فورس دايجرام. هو نفس الشكل اهو لو انا رجعته بقى نفس الشكل بتاع الام تورشنال دايجرام بالظبط. هنا كنت بتقول الشير بيساوي دبليو ال على 2، هنا الشير بيساوي ايه؟ ام او التورشنال ام تورشنال في ال على 2. يبقى انا كاني بستبدل الدبليو بمين؟ بام تورشنال. تاني يا جماعه كده الحته دي، يبقى لما تيجي ترسم الام تورشنال دايجرام هو نفس الطريقه بالظبط بتاعت رسمه الشير فورس دايجرام وبنفس الشكل بالظبط، مع استبدال الدبليو اللي هو الحمل عندنا في الشير بام تورشنال عندنا اللي هو احنا لسه شغالين عليه، وهنشوف هنحسبه ازاي بعد شويه. طب لو انا بتكلم على كاميرا كونتينوس تو سبان نفس الفكره بالظبط. الكاميرا كونتينوس لو انا عندي ام تورشن بالشكل ده، سميت الام تورشن مثلا دوت دبليو، او تخيلت ان انا سميته دبليو، رسمه الشير فورس دايجرام بالشكل اللي حضرتك شايفه اهو، 4 من 10 دبليو ال، 6 من 10 دبليو ال، 6 من 10 دبليو ال، 4 من 10 دبليو ال، ده شكل الشير فورس دايجرام. هو نفس الشكل بتاع التورشنال مومنت دايجرام، بس بدل ما هتشتغل على الدبليو هتشتغل على مين؟ هتشتغل على ام تورشنال دايجرام، اهو نفس الشكل، بس هناخد بالنا بس ان القيم عندنا هنا بتتغير شويه، 5 من 10 ام تورشنال في ال، 5 من 10 ام تورشنال ال، وهنا 5 من 10 ام تورشنال ال، وهنا 5 من 10 ام تورشنال ال. الكونتينوس بيم في الكاميرات المستمره اللي هي اكتر من باكيتين بنفس الفكره برضو بالظبط. لو انا عندي كاميرا مستمره اكتر من باكيتين عليها ام تورشنال، نفس الشكل بتاع الشير، بس القيم اللي موجوده عندنا في التورشنال بتكون تقريبا كلها ثابته، 5 من 10 ام تورشنال في ال، او زي ما حضرتك شايف 5 من 10 ام تورشنال ال، 5 من 10 ام تورشنال في ال، وهكذا حسب الاسبانات اللي موجوده عند حضرتك. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نرسم الشير فورس التورشنال مومنت دايجرام اذا كانت الكاميرا سيمبل، واذا كانت الكاميرا كونتينوس تو سبان، واذا كانت الكاميرا كونتينوس اكتر من تو سبان. طيب لو انا عندي كاميرا مثلا، ودي يمكن حاله نادره ان هي ممكن تحصل معانا، بس برضه انا اعرفها مش هنخسر حاجه. لو انا عندي كاميرا سيمبل بيم عليها كونسنتريتد تورشنال مومنت، كاميرا سيمبل بيم عليها كونسنتريتد تورشنال مومنت بنفس الفكره بالظبط. عشان ترسم التورشنال مومنت دايجرام هتتخيل بدل الام تورشن دوت ان انت عندك حمل اسمه ايه؟ حمل اسمه ار. لما تيجي ترسم الشير هديك ار على 2 بالشكل دوت، وتنزل وتمشي وتطلع ار على 2، هتشيل ار وتحط مكانها ام تورشنال، كده انت حضرتك رسمت التورشنال مومنت دايجرام. يبقى يا جماعه رسم الشير فورس دايجرام هو نفس طريقة رسم مين؟ التورشنال مومنت دايجرام، بس بيكون في الكاميرا الكونتينوس باكيتين وثلاث باكيات، القيم بس او الفاليو بتاعتها متغيرة شوية زي ما احنا لسه شايفين.